الاتحاد هذه الأيام يستعدوا بالتأكيد للمباراة القادمة المهمة أمام الهلال، يستعدوا أيضا للوصول إلى الرياض كما علمنا أنه اليوم أو بعد قليل ربما يغادر إلى من جدة إلى الرياض ليكمل استعداداته هنا في الرياض. الزميل أحمد البهكري اليوم زار التدريبات وتابع الأجواء من داخل الاتحاد كما تتابعون هذه الصور من تدريبات اليوم. اتضحت اليوم الأجواء المرحة بين اللاعبين والمعنويات العالية المرتفعة بحضور بالتأكيد الجهاز الفني والجهاز الإداري. ديمتري بالتأكيد المتواصل كثيرا مع الإعلام يتحدث مع الزميل أحمد البهكري عن هذه المباراة. Very tough game, but big challenge for both of teams. مباراة الهلال والاتحاد تعرف مباراة كبيرة ومباراة قوية. احنا آخر مباراة فزنا تقريبا في 3-1 في جدة في بطولة أبطال الدوري الآسيا، واحنا الحمد لله يعني كانت نتيجة طيبة بالنسبة لنا وكانت دافع كبير بالنسبة لنا. الهلال تعرف بطل الدوري لموسمين، فريق قوي فريق بطل. أكيد مباراة الاتحاد والهلال مباراة حتكون قوية فيها الندية وفيها الإثارة بما يحفل الفريقين يعني من لاعبين كبار، وأكيد حتكون فيها ردة فعل كبيرة بين الاثنين، كل فريق حيحاول أنه يقدم أحسن ما عنده ويفوز في المباراة هذه ويكون في مباراة يعني تحدي بالنسبة للفريقين. We have a King Cup that is big challenge, so we are going to try our best, both teams. أكيد المباراة الأولى كانت مباراة آسيا وإحنا الحمد لله توفقنا وفزنا فيها وتأهلنا لآسيا، وشيء كويس إنه لمستقبل الاتحاد بالنسبة للموسم القادم حيكون عنده استمرارية في بطولة كأس آسيا. المباراة القادمة هذه مباراة مختلفة، مباراة في كأس الملك حتكون مباراة مختلفة، مباراة تحدي للفريقين وحتكون مباراة ردة فعل بالنسبة للفريقين يعني حيقدموا فيها إن شاء الله مباراة كبيرة.